سنة خليجية، الله يحييكم مشاهدينا. أخبار وتقارير جديدة في حلقة الليلة من عربود، ونبتدي بأهم العناوين. جمانة مراد تزوجت، فهذا العريس أي رقم؟ جيمس كاميرون بدأ التحضير لجزء جديد من أفاتار. هل عادت شيرين عبد الوهاب لطليقها؟ لماذا عرض المغني كيفن جوناس شقته للبيع؟ ممثل تركي تزوج في عمر 63 عاما. ممثلي ومخرج فيلم About Time يتحدثون عنه. من فاز في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي؟ هل لقي فيلم The Fifth State إقبالا على شباك التذاكر في أمريكا؟ تصل الستار على فعاليات النسخة 29 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في حفل أعلنت فيه إدارة المهرجان أسماء الأفلام الفائزة، وتم توزيع الجوائز على الفائزين من قبل اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية والأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان. فمن هم الفائزون في هذا التقرير؟ الستار على فعاليات النسخة 29 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وذلك بأحد فنادق القوات المسلحة على طريق الكورنيش بمنطقة رشدي، في حفل أعلنت فيه إدارة المهرجان أسماء الأفلام الفائزة بجوائز مسابقات المهرجان هذا العام، وتم توزيع الجوائز على الفائزين والتي قام بتوزيعها اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية والأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان. هو المهرجان اللي كان منور السنة دي الصراحة، المهرجان اللي قدر انه يتطلع دورته بالنجاح ده بالرغم من كل الضغوطات ومن كل الصعوبات. كل الناس الحمد لله طالعة من المهرجان مبسوطة، دورة محترمة، مستوى الأفلام مهم، حفل افتتاح وحفل ختام بيشرفوا، أنا يشرفني أنا كنت في لجنة التحكيم، احنا شفنا أفلام مهمة جدا في اللجنة. وعايز أقولك إن فعلا 8 جوائز احنا اديناهم كلهم بموضوعية شديدة، مفيش أي حساب لأي حاجة، كنا مقتنعين بكل جايزة واحنا بنديها، شفنا مستوى من الأفلام كويس جدا. بتمنى للدورات اللي جاية لسه تقدم ونجاح أكتر وأكتر، بتمنى أن أنا أشوف جمهور أكتر بيحضر وبيتفاعل أكتر سواء مع الأفلام ولا مع الندوات. أهل اسكندرية ناس رائعين، يعني طواقين للحرية، طواقين للفن، بيعشقوا كل حاجة حلوة وجميلة. سعيدة أن أنا كنت معاهم، وزي ما قلت لك بتمنى الدورات الجاية تبقى أنجح وأنجح. أعتقد أن احنا عملنا رسالة واضحة أن مصر أكبر من الحاجات الصغيرة، وأن الموقف أفضل بكثير مما نحن مقدرينه، وأعتقد أن تقديرنا الشخصي الأمني كان حقيقي وليس أضغاث أحلام، ده باين على رؤى واقعية كلنا عارفينها. إنما أي معامل خطورة لما يبقى نسبة والمقارنة بين وطن ومنصب، ما خلاص ما أنا اللي هقارن مع إيه؟ مع منصب، مش كده؟ عشان أقول لا، المقارنة تبقى مش غير أمينة، تبقى مقارنة مجرمة، واخد بالك؟ وأنا ما عملتش المقارنة دي. أنا سعيدة جدا بوجودي في مهرجان اسكندرية وبلدي الحبيبة، وبقول لكل الفنانين لازم يدعموا المهرجانات ولازم نشارك، لأنه دي مصر بلدنا، ولازم دايما نكون واقفين كلنا ايد واحدة، ولازم ندعم حفلاتنا ومهرجاناتنا وأنشطتنا عشان ترجع تاني مصر قدام كل العالم، نرجع تاني الأمان ورجع تاني الاستقرار، يبتدوا الناس يقولنا والامور تتحسن، وان شاء الله يا رب تتحسن. كالعاده في اي مهرجان في افلام لازم تاخد جوائز وافلام لا، وفي النهايه ده بيبقى ذوق لجنه التحكيم دي واختياراتها. كان في افلام جيده جدا، وكان في افلام شويه كان متواضعه المستوى وفيها قدر من استسهال. فالجوائز على الاقل في اللجنه اللي احنا فيها بعد يعني مناقشات ومشاهده بتركيز واحيان مره واثنين لاقل من لبعض الافلام، الى ان وصلنا للنتائج دي للافلام اللي شفنا احنا كلجنه انها الافضل يعني. فازت
فازت الفنانة الشابة نسمة ممدوح بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي عن دورها في فيلم إلا خمسة. خلص بس أنا تعبت يعني عشان تصوير الفيلم كان من سنتين ونص في الأرياف وكان صعب جدا 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 ودوري كان مركب فتعبت فيه بس ما كنتش متوقعه بصراحه يعني كنت جايه اللي هو اول مره اشارك في مهرجان كبير زي مهرجان الاسكندريه السينمائي بسمع عنه من زمان وبشوف اكبر نجوم في العالم العربي بيشاركوا فيه لكن ما كنتش متوقعه بصراحه وجايزه احسن ممثله فمخضوضه شويه لغايه دلوقتي يعني كنت متوقعه ممكن مثلا دور ثاني دور يعني فده كرم ربنا بجد والله العظيم يعني انا اوريدي طموحه بس حضرتك عارف يعني الواسطه بتفرض نفسها في المجال والموضوع يعني مش سهل بس اكيد بسعى يعني اوريدي عامله فيلم سينما وداخله كذا حاجه دراما بس دي هتخليني اكتر ان انا لا يعني نفسي بقى اخد تاني وتالت جوائز كتير يعني الاعلام محتاج لوجوه شابه تعبر عنهم وعن ارائهم الى جانب التمثيل عشان انا بحب التمثيل وحاسه ان انا عندي طاقه تمثيليه ممكن اعمل ادوار كتير يعني كاميرون بدأ التحضير لجزء جديد من أفاتار. هل صحيح أن الممثل بين كيسلي يعمل حالياً على مشروع سري مع شركة مارفل؟ وموعد جديد لإطلاق فيلم مارتن سكورسيسي الجديد The Wolf of Wall Street؟ إليكم التفاصيل. جيمس كاميرون منشغل جداً بالتحضير لتتمة أفاتار. قام بالخطوة الأولى في الكاستينج وسيقوم ستيفن لانغ بدور الكولونيل كواريتش الشرير في السلسلتين. صرح السير بن كينغزلي أنه ليس جاهزاً ليلعب دور مارفل. قال إنه يعمل على مشروع سري لمارفل ولكن لا يستطيع أن يقول المزيد. السنة الماضية رأيناه يلعب دور ماندرين المخيف في فيلم آيرون مان 3. قررت بارامونت أن تطلق The Wolf of Wall Street يوم عيد الميلاد. الشهر الماضي انتشرت إشاعات أن فيلم سكورسيزي لن ينزل في السينما حتى العام 2014 لكن بما أنه عاد إلى تاريخ إطلاقه الأساسي يعتبر منافساً في أوسكارات عام 2014 في مارس. تم عقد قرار النجمة جمانة مراد على المحامي الأردني دكتور ربيع بسيسو منذ أيام قليلة في حفل صغير اقتصر على حضور أسرتي العروسين فقط وأقيم الحفل بفيلة عائلة دكتور ربيع بسيسو بمصر الجديدة حيث قرر العروسين أن يكون حفل عقد القران مقتصر على أسرتي العروسين بسبب الأحداث التي تشهدها مصر وسوريا في الوقت الراهن ومن المقرر إقامة حفل زفاف كبير يحضره عدد كبير من النجوم في الوسط الفني بعد هدوء الأوضاع. تستعد هذه الأيام المطربة أصالة للمشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حيث ستحيي حفل افتتاح الدورة 22 للمهرجان المقرر إقامته في الفترة من 6 إلى 14 من نوفمبر المقبل على جميع مسارح الأوبرا بالقاهرة. ويقام الحفل أصالة على المسرح الكبير بدار الأوبرا وسيشهد الحفل العديد من المفاجآت منها مشاركة 100 عازف من خلال أوركسترا ضخم تحت قيادة المايسترو يحيى الموجي ولهذا السبب ستبدأ أصالة في إجراء بروفات مكثفة. ومن جهة أخرى تجهز أصالة مع زوجها المخرج طارق العريان الموسم الثالث من برنامجها سولا والذي سيتم تصويره بالكامل في دبي في شهر ديسمبر المقبل. روحي واخداني تاخدني معك وعايزاني أدب في هواك وأقول لك أمرك أؤمرني منايا رضا معاك أنت الحياة تتعاش ومن غير وطول عمري أنا وقلبي بنستنى روحي واخداني تاخدني معك وعايزاني أدب في هواك وأقول لك أمرك وأمرني منايا رضاك معاك أنت الحياة تتعاش ومن غيرك دي ما تسواش وطول عمري أنا وقلبي بنستنى
عرض المغني كيفن جونز شقته للبيع. ولمن كتب ماكس جورج مغني فريق وانتد أغنية هاربريك ستوري؟ وما هو عنوان أغنية تايلر سويفت الجديدة؟ نتابع. كيفن جوناس وزوجته دانيال يريان أنه أصبح لديهما عائلة صغيرة ويحتاجان أكثر للخصوصية، لذا عرضا بيتهما الفخم في نيوجيرسي للبيع. اشتريا المنزل بمبلغ 1.19 مليون عام 2011 ويبيعانه الآن ب 2.2، إذن ربحا من مسألة البيع هذه. هذا سيساعدهما على تزيين غرفة الطفل حين ينتقلان إلى البيت الجديد، ويبدو أنه سيكون بعيدا عن الطريق العام. وننتقل إلى ماكس جورج الذي كان صادقاً وعذباً بكتابة أغنية لخطيبته السابقة ميشيل كيغان. ماكس وميشيل ظلا سوياً لفترة 18 شهراً إلى أن أشيع أن ماكس خان خطيبته. في الأغنية التي تحمل اسم Heartbreak Story يتكلم ماكس عن أذيته لميشيل ويحاول الاعتذار منها ويأمل أن يبقيا صديقين، إلا أنه لا يبدو أنه يود استرجاعها، وهذا يؤكد الإشاعة التي تقول إنه يواعد العارضة الدنماركية نينا أكدال. أحسنت عملاً ماكس. وأخيراً خبر عن تايلور سويفت، فهي قد أطلقت أغنية جديدة بعنوان Sweeter Than Fiction. الموضوع يبدو عميقاً، والأغنية ستكون الأغنية التصويرية لفيلم One Chance، والفيلم أوشك على النهاية، ولكن أعمال تايلور لم توشك على النهاية، فهذا أول تسجيل لها في ألبومها الجديد، والألبوم سيكون محطة تغيير في أسلوب أغاني الكاونتري. بعد الفاصل، ممثلي ومخرج فيلم About Time يتحدثون عنه وعودة شيرين لطريقها. يا هلا فيكم من جديد. عقدت لجنة مهرجانات بيروت الدولية للتكريم مؤتمرا صحفيا في فندق جراند هيلز في برمانة بحضور رئيس ومؤسس مهرجانات بياف دكتور ميشيل داهر وأعضاء اللجنة المنظمة. فمن هي الشخصيات المكرمة هذا العام؟ نتعرف عليها في هذا التقرير. نحن عم نعمل مهرجانات بيروت الدولية للتكريم، وهلأ البريس كونفرنس تبع الإيفنت. هيدا البريس كونفرنس نحن عم نعده من شان نطلق فعاليات المهرجان يلي رح يصير ب 21 نوفمبر ليلة عيد الاستقلال من قلب بيروت. أكيد المهرجان نحن عنا هو مهرجان تكريمي بكرم شخصيات من مختلف الانتماءات ومختلف المجالات، وهدفها بس أنه تكرم الإبداع والتميز وين ما كان وببيروت. نعمل جمع ل 200 شخصية مميزة بلبنان والعالم، يعني بيقدروا ينصهروا مع بعضهم، يعني منشان نقدر نألف منهم 20 شخصية تكون هن نواة البياف اللي مكون عم نحضر له. وبهمنا كمان انه دايما يكون سلوغان تبعولنا الابداع وين ما كانوا، يكون عملوا شيء تاتش بحياتهم او يكونوا عم بيعملوا شيء نفتخر نحن فيهم. المهرجان رح يحمل كل سنة بيحمل اسم شخصية معلم راحل من لبنان وصل للعالمية. رح اقول لك انه السنة الايفنت هو حامل اسم الأخوين عاصي ومنصور رحباني، يلي بالفعل أغنوا الشعر وأغنوا المسرح وأغنوا الفن بكامله وأغنوا الثقافة. أنا بحب أقول أنه كل مبادرة شخصية وبتجي من قطاع أهلي هي قيمة مضافة للسياحة بلبنان. مهرجان بياف لتكريم المبدعين هو حدث له عدة فوائد. بالدرجة الأولى أول شيء بيضوي على شيء اسمه الإبداع اللبناني والعالمي، وهو مناسبة لالتقاء مبدعين من الخارج مع مبدعين من لبنان، عم نكرمهم، عم نسلط الأضواء وعم نجيب إعلام عالمي ومحلي ليفرجي إنه لبنان
عنده هالشيء الإضافي اللي هو القيمة البشرية والإبداع البشري. ثلاثة أقانيم تعلي رايتها جمعية بياف أو جمعية بيروت الدولية للتكريم، وهي الحق والخير والجمال الثلاثية الأفلاطونية. الحق ما هو صحيح ومؤكد ويطبع بصمته على المسار التاريخي للحياة. الخير يرمز إلى العطاء، والأهم إلى القبس الإلهي الموحى إلى البشر. والجمال والذي دونه يصعب تخيل الخالق. لو نتذكر سوياً بعد الأفلام السينمائية التي أصبحت كلاسيكية اليوم، وما هي بعد التقنيات أو المؤثرات الخاصة التي استعملت آنذاك لتصويرهم؟ عام 33 استحل فيلم كينغ كونغ علامة بصرية مع تقنية وقف الحركة، وذلك الرجل العجوز الذي يرتدي بدلة استبق كينغ كونغ عصره، وما زال القرد العملاق على مبنى إمباير ستيت رمزاً حتى يومنا هذا. أما الملحمة التاريخية بن هير فقد أثرت في الجمهور بتصويرها الرائع لروما القديمة، لا سيما مشهد سباق العربات، ما أضاف رونقاً إلى الفيلم وزاد من نجاحه على شباك التذاكر. عام 68 أعطى المخرج المبدع ستانلي كيوبريك حلة جديدة للأفلام الخيالية العلمية، فكانت تحفته 2001 Space Odyssey. بعد 10 سنوات قدم جورج لوكاس بدوره تحفة خيالية علمية بلغت جمهوراً أوسع، فكان فيلم ستار وورز من بين الأفلام الثلاثة الأكثر ربحاً في تاريخ السينما، لكن عند عرضه لم يكن لوكاس راضياً عن النتيجة. When the original Star Wars came out, there were a lot of scenes that never got finished because we ran out of time and ran out of money. Because we were experimenting with special effects and kind of inventing a whole new medium, everything we were doing was kind of a prototype. So some of it worked, some of it didn't work, some of it was better than others. And the release date was coming up. ILM was completely overwhelmed with work. The idea of putting a stop motion Jabba the Hutt in this one scene was just more than they could take, and I just said, "Okay, we won't do that." وبفضل النجاح الكبير الذي حققه ستار وورز، تسنى للوكاس إعادة ابتكار بعض المؤثرات وعرض السلسلة عام 97. I was dissatisfied with what happened 20 years ago because there were a lot of things that were left unfinished. There were a lot of effects that didn't work. I would really like to have the films be remembered the way I wanted them to be, and I'm in a position to be able to now fix it. إلا أن محبي ستار وورز لم يرضهم ما فعله لوكاس، إذ برأيهم ما كان عليه أن يعبث بالعمل الأصلي. تلك كانت درو باريمور الصغيرة التي صرخت خلال تواجدها في موقع تصوير فيلم إيتي الكلاسيكي لستيفن سبيلبرغ. حرص المخرج على أن يشعر الأطفال في الفيلم بالراحة أثناء العمل مع الدمى. Deformed cross between a coyote and a rabbit. All of a sudden, it's showing great intelligence, and that cracks you up. You know, this little cocker spaniel was touching his head with, you know, two paws, and waving at you, and it's amazing. لكن الصغار الذين ظهروا على الشاشة لم يكونوا الوحيدين أثناء التصوير، لأنه في بعض المشاهد تنكر فتى صغير بلا رجلين بزي إي تي. في مشاهد أخرى كانت مجموعة من 12 شخصاً يسحبون الرافعات لجعل الدمى تتحرك. تحكم كل منهم بجزء مختلف من آلية إيتي المعقدة. أما
وفي مشاهد أخرى فارتدى أقزام بدلات من الفضاء الخارجي. هذه الجهود بالإضافة إلى التأثير العاطفي الكبير جعلت من هذا الفيلم لا ينسى. عام 85 جاء روبرت زيميكس بأفعوانية إلى السينما في فيلم Back to the Future. كان مايكل جي فوكس هو البطل في هذه المغامرة عبر الزمن التي تحولت إلى أول سلسلة ثلاثية ناجحة. وكان زيميكس قد خطط للقاء لم شامل في المستقبل القريب. The whole group of us who did this film, the production design department and our future consultants, we all made a pact that if we're all still here, we're going to get together in the year 2015. And have a dinner, run the movie, and see how right or wrong we were about our predictions of the future. من أفلام الوحوش إلى الأفلام الخيالية العلمية والملاحم التاريخية، جعلت المؤثرات الخاصة الأفلام أقرب إلى الواقع، وذلك لأكثر من قرن. وكل ما رأيناه حتى الآن كان من صنع الإنسان من دون مساعدة الحواسيب، لكن كل هذا على وشك التغير. تزوج الممثل التركي كينان بال 63 عاماً الشهير بوالد جيلنار في مسلسل ليلى من الأستاذة في الفلسفة إيشيل كاتشار التي تصغره ب 23 عاماً، ومن المقرر أن يقضي شهر العسل في منطقة جبلية في تركيا. العريس بدأ في قمة السعادة يوم زفافه ورقص مع عروسته أمام المدعوين في الشارع وبدأ بكامل حيويته. ويعتبر دور كينان في ليلى من أهم أدواره على مدى 3 مواسم، حيث كان عشيق إقبال هانم والدة ابنه جيلنار وزوج عدوتها فيروز خانم. تكتم الممثل التركي براق حقي المعروف بشخصية المحقق غسان في مسلسل أين ابنتي طوال الفترة الأخيرة على علاقته العاطفية الجديدة، ولكن حبيبته اليونانية ليا أفشت السر، فقالت ليا أنها تعتبر علاقتهما ببراق هدية وهي تعيش معه مشاعر الحب الرائع، وذكرت أن براق يدعمها بشكل دائم. تجدر الإشارة إلى أن براق كان قد انفصل عن حبيبته عارضة الأزياء التركية سما الشمشيك عام 2012. والممثل براق حقي معروف في الوطن العربي أيضا بشخصية علي في وتمضي الأيام ومسلسل حب في مهب الريح. بعد الفاصل، المؤثرات البصرية المعقدة تؤدي إلى تأجيل إطلاق فيلم The Monument Man. أهلا بكم من جديد. هل لقي فيلم The Fifth Estate إقبالا على شباك التذاكر في أمريكا؟ تقرير يلقي الضوء. الفيلم الجديد لبنديكت كامبرباتش وهو The Fifth Estate قد بدأ بداية متزعزعة، ومن المتوقع أن يتجه نحو الفشل. الفيلم الذي أخرجه بيل كوندون حصد 1.7 مليون دولار في نهاية الأسبوع الأول من عرضه، ومع ميزانية تتراوح بين 26 و 30 مليون لا تبدو الأمور جيدة. رئيس التوزيع في ديزني ديف هاليس قال إنه خائب الأمل بسبب النتائج، كما لمح إلى أن الجمهور لم يبرهن عن اهتمام بقصة ويكيليكس. الأصداء الخافتة التي رددها النقاد لم تخدم مصير الفيلم، وكذلك الأرباح الضئيلة، حتى أن صانعي الفيلم يفضلون الآن أن ينفصلوا. A video was leaked today depicting what appears to be a U.S. military helicopter firing on unarmed reporters. 12 million people have seen that video. You still want to tell me you think it's just a little website? They have an agenda? Truth, justice, the American way. Man is least himself when he talks in his own person. But if you give him a mask, he will tell you the truth. Two people and a secret. The beginning of all conspiracy. More people and more secrets. But if we could find one moral man, one whistleblower, someone willing to expose those secrets, that man could topple the most powerful and most repressive of regimes. Bank is hiding billions of dollars in offshore accounts. We're going to nail those bastards. Former head of Iceland's biggest bank has been accused of fraud. We took down $1 billion bank. This is crazy. Courage is contagious.
The White House today blasted the leak of over 90,000 military documents. The military logs exposed hundreds of informants. There are lives at risk here. I need names of sources who could be harmed if these cables are put out. They're coming after us. We need to publish now. This is the biggest leak of classified information in history. The Guardian, New York Times, all standing alongside you. This is going to change everything. He's not a journalist. He's a threat to national security. This is all about survival. Lives are at stake. What about the lives of the civilians in these conflicts? If we had someone like you, the Berlin Wall would have come down years before. We're on the verge of a major international crisis. If you want to do this, you have to do it now. We've got 5 seconds. We're going 5 seconds on. It's just you and your ego and the lies you tell to get whatever you want. This is information the world needs to know. We need to crush these guys. It's life. Times is life. المؤثرات البصرية المعقدة هي السبب الذي أجبر الممثل والمخرج جورج كلوني على تأجيل إطلاق فيلمه الجديد The Monument Man إلى العام المقبل بالرغم من إمكانية ترشيحه لجوائز الأوسكار. فما هو موعد إطلاقه الجديد في الصالات العالمية؟ تم تأخير إطلاق فيلم جورج كلوني عن الحرب العالمية الثانية The Monument Man للعام 2014، بينما كان من المقرر إطلاقه في 18 من ديسمبر الحالي. في شركة سوني أنه تم تأجيله لأوائل العام 2014. أكد القيمون على الفيلم أن التأجيل هو لإعطاء الوقت لوضع لمسات أخيرة مهمة على الفيلم كي لا يبدو سخيفاً. ليس فيلم كلوني الوحيد الذي تم تأجيله، ففوكس كاتشر وفيلم شركة واينستاين غريس أوف موناكو قد تم تأجيلهما أيضاً لأوائل 2014. The Monuments Man من بطولة جورج كلوني، مات ديمون، بيل ماري، جون جودمان وكيت بلانشيت. حلقة اليوم مشاهدينا من عربود انتهت، نلتقيكم غداً في أمان الله.